أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العلي العظيم. شهر رجب يدخل ويخرج، شعبان يدخل ويخرج، شهر رمضان يأتي وينقضي، في هذه الأشهر الثلاثة أعمالنا الصالحة تزداد، صدقاتنا تكثر، الصلوات المستحبة تزيد، الأذكار والأدعية تكون أكثر بالنسبة إلى بقية الشهور. هذه كلها جيدة جدا، بل مقدار منها حسب فتوى بعض الفقهاء ضرورية، جزء منها قد يكون واجبا، لا شك في ذلك. ولكن يبقى في أعمالنا فراغ كبير، هناك خلأ فراغ نغفل عنه كثيرا،
بل يلزم أن نقول لا نلتفت به إلا قليلا. قد تمضي السنوات لا أقول الأشهر والإنسان لا يلتفت إلى هذا الخلأ، إلى هذا الفراغ في أعماله الصالحة. وهذا الفراغ ليس شيئا مستحبا ثانويا، شيء ضروري. ما هو هذا الفراغ الذي نغفل عنه كثيرا؟ النفس، تربية النفس، ترويض النفس، تهذيب النفس. النفس يشكل شيئا مهما للغاية، وترويض هذه النفس يكون ضرورة من الضرورات، مع أنه ضرورة يغفل عنه كثيرا. هذه الأشهر الثلاثة تنتهي والإنسان كثير من الناس لا يرى في وجوده أي تغير ملحوظ بالنسبة إلى هذه النفس. النفس كانت في درجة، بعد هذه الأشهر المباركة تقريبا النفس في نفس تلك الدرجة، بل تمضي سنوات والنفس في نفس تلك الدرجة أو قريبا من تلك الدرجة. يعني قبل 10 سنوات نفسيا أنا كنت في أي مرحلة؟ الآن إن كان قد حدث تغير فتغير بسيط. بعبارة أخرى، إهمال النفس، هذا الشيء الضروري مهمل. العبادات جيدة، الأعمال المستحبة جيدة، قلت بعض الفقهاء يقول ضرورة، ولكن أين تربية النفس؟ أين تهذيب النفس من أعمالنا؟ النفس شبه مهملة أو مهملة. تعلمون كم هو خطير إهمال النفس؟ إهمال النفس يوجب إفساد الإنسان. مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديث يروى عنه يقول: من أهمل نفسه أفسد أمره. هذه النفس إذا لم تربى هي منطقة خطيرة في نفس الإنسان، لا يعلم أين تأخذ الإنسان. قبل أيام في جلسة مع جمع من المؤمنين كنا دار الحديث عن الغضب، وأن الغضب أحيانا يصل بالإنسان إلى درجة يصبح الشخص مجنونا، يعني يفقد عقله كليا فيرتكب جرائم. كم من الجرائم تعرفونها ارتكبت، سمعتم عنها أو قرأتم عنها، ارتكبت بسبب الغضب الشديد بالعشرات. كل واحد منا قد قرأ أو سمع عشرات الجرائم الكبيرة التي ارتكبت بسبب الغضب.
فقدان العقل كليا يقتل، يجرح، يضرب ضربات قد تؤدي هذه الضربات بإعاقة الطرف إلى آخر عمره. بسبب ماذا؟ بسبب الغضب. أين مصدر هذا الغضب؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. نفس، هذه النفس إذا لم تربى تربية صحيحة مرة واحدة تضرب الإنسان على الأرض ضربة لا يقوم منها. النفس نقطة دخول، لا أقول من أفضل نقاط الدخول، أقول أفضل نقطة دخول للشيطان إلى نفس الإنسان. الشيطان كيف يدخل إلى نفس الإنسان؟ الشيطان أعدى أعداء الإنسان، كيف يدخل إلى الإنسان؟ عن طريق نفسه. هناك طرق أخرى أيضا، ولكن أفضل طريق للشيطان لدخول الإنسان، للسيطرة على الإنسان، لإغواء الإنسان، نفس الإنسان. يعني ماذا؟ يعني نقطة منفلتة، منطقة حرة، ليست لك سلطة على هذه المنطقة. أين تأخذ هذه المنطقة بك وأنت غير مسلط عليها؟ بالضبط كشخص يركب في سيارة وهذه السيارة ليست تحت كنتروله، ليست تحت قيادته، السيارة هي تسير. ما دام الإنسان منتبها يقظا منتظر، إذا السيارة انحرفت هو يلقي نفسه خارج السيارة، فبها بمجرد أن تحصل له غفلة ولو لحظات، السيارة مرة واحدة تأخذ هذا الشخص، تلقيه من فوق الجبل، خلص ذهب. النفس هكذا، الإنسان راكب على نفسه، وهذه النفس ليست باختيارك، ليست مربات، منفلتة، والشيطان يأخذها يمنة ويسرة. أين تأخذك هذه النفس؟ ما دمت يقظا منتبها أن هناك عدو داخلي، هذا العدو الداخلي يساند العدو الخارجي اسمه الشيطان، وهذا العدو الداخلي اسمه النفس الأمارة بالسوء. ما دمت يقظا منتبها قد لا تتمكن أن تفعل بك شيئا، ولكن إلى متى تبقى يقظا؟ الإنسان ينشغل بزوجته، بتجاراته، بأبنائه، بالقضايا الاجتماعية، بالقضايا القانونية، ينشغل. مرة واحدة فجأة في موقف معين هذه النفس تصرعك، أي صرعة؟ قد تكون الصرعة لا تتمكن أن تقوم منها. منظر شهواني جنسي يحدث أمامك وأنت في انشغال، في غفلة عن هذه النفس، هذا المنظر يأخذك. مرة واحدة ترى نفسك قد ارتكبت جريمة جنسية، سمعتك ذهبت، حريتك ذهبت، يأخذونك يسجنونك ثم يعدمونك، حياتك الدنيوية أيضا انتهت، وفي الآخرة عذاب عظيم. غفلة لحظات مع وجود نفس غير مربات، نفس منفلتة هي تتحكم فيك، يذهب الإنسان خلاص لأجل لحظات.
عكس النفس التي يربيها الإنسان، النفس التي تكون تحت سيطرة الإنسان. أنا أتحكم فيها، لا هي تتحكم فيها، أربيها على تحكمي فيها. لا تكون خطيرة كثيرا، خطرها يقل يصل إلى أدنى الدرجات. سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في كتابه إلى عثمان بن حنيف الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يقول: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. أروضها يعني أذللها بالتقوى، لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق، الأماكن التي تزل أقدام الناس، هناك الذي يروض نفسه، الذي يروض نفسه، يروض ويروض، يروض ويذل نفسه، هنا قدماه تثبتان. لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق، لا تزل قدمه. لماذا؟ لأن النفس قد ذللها، أصبحت ذليلة للإنسان، أصبحت النفس مطيعة للإنسان، لا أن يكون الإنسان مطيعا للنفس. هذه النفس لا خوف فيها، عدو تحت سيطرتي، النفس عدوة ولكن تحت سيطرتي، ليس عدوا منفلتا يجول ويأخذني أينما شاء. تعلمون خطر النفس كم هو كبير؟ أولا، أساسا نفسنا منفلتة أم لا؟ لا، نفسنا ليست منفلتة، أنا أتحكم في نفسي. أذكر لكم شاهدا، والشواهد كثيرة جدا على أن النفوس عندنا نفوس منفلتة. فكرك تضبطه باختيارك؟ الفكر يأتي؟ لا. كثير من الأمور التي لا نريد أن نفكر فيها نفكر فيها، يعني ماذا؟ يعني شيء رغما عنك. كم يشتكي المؤمنون من شرود الذهن والفكر في حال الصلاة؟ قد تكون شكوى أكثر المؤمنين، أو على الأقل كثير من المؤمنين، لا أقول أكثر المؤمنين، أكثر الناس لا يضبطون أفكارهم، لا يتمكن، هو لا يريد، مؤمن يريد أن يكون متوجها إلى الله سبحانه وتعالى في حال الصلاة ولكنه لا يتمكن. يعني فكره ليس باختياره، يعني الأفكار التي تأتي لا يتمكن أن يضبطها. أكثر الناس هكذا، لعله أقل من 10% من الناس يضبطون أفكارهم، متى ما يريد أن يفكر في شيء يفكر، ومتى ما لا يريد أن يفكر في شيء لا يفكر فيه. هذا هؤلاء قلة من الناس، أكثر الناس لا يضبطون أفكارهم، يعني شيء ليس بيده، خارج عن اختياره. الأفكار الشيطانية التي لا نرغب أن تدخل إلى أذهاننا، تدخل أم لا تدخل؟ أكثر الناس هكذا. عموما النفس منفلتة، لا بأس، النفس منفلتة، النفس ليست خطرا. مدخل لعدوك في داخلك هذا ليس خطر؟ منطقة في وسطك وأنت لا تتسلط عليها وهي متعاقدة عقدا دائميا مع الشيطان، هذه ليست خطرة؟ الحمد لله سنوات مضت ما صنعنا شيئا من المحرمات. أولا انتبه،
حتى ترى أننا صنعنا محرمات أم لا. ثم النفس غير المربات من أعظم أخطارها أنها فجأة تهجم عليك في لحظة الغفلة، تهجم عليك. إخواني، هناك نماذج عجيبة في التاريخ، هذه النماذج الله عز وجل بالإضافة إلى أنها كانت امتحانا للأشخاص أنفسهم، هذه نماذج لنا. من كان الزبير؟ الزبير 40 سنة مشى على الصراط المستقيم، 40 سنة. بعد 40 سنة من المشي على الصراط، أفضل منا أضعاف مضاعفة أعماله، وقف مواقف كبيرة جدا، في لحظة غفلة هذه النفس ما كانت مربات، نشأ ولده المشؤوم عبد الله كما في الحديث الشريف، خلص حارب إمام زمانه وقتل في تلك الحرب. هذا أين مكانه؟ النفس غير خطيرة؟ 40 سنة النفس ما صرعته، ثم بعد 40 سنة صرعته صرعة لا يقوم منها. تتصور أن القضية سهلة؟ عدو داخلي غير مربى، ليس باختيارك، يتحكم فيك، يسكت عنك فترة، ما دمت منتبها قد يسكت ثم يصرعوك. هؤلاء العظماء كانوا، هؤلاء قمة أهل الإيمان كانوا هكذا صاروا. والنماذج كثيرة، الزبير نموذج من النماذج الكثيرة. أعداء متعاقدة مع بعض، عقد عندهم، عقد تكويني بين النفس والدنيا والهوى والشيطان. أترك هذه النفس منفلتة، خطر دائم، والغفلة في البشر كبيرة جدا، والنفس تستغل الغفلة. لا بأس. سؤال قصير جواب طويل. سؤال: كيف نربي هذه النفس؟ كيف نهذب هذه النفس؟ كيف نروض هذه النفس؟ سؤال قصير. جواب هذا السؤال كتب ضخمة، عدو خطير جدا، ليس عدوا عاديا، يلزم أن تعرف هذا العدو، حدود هذا العدو. ولكن أقول كلمة واحدة: كيف نهذب، نربي، نروض هذه النفس؟ كلمة واحدة: خالف نفسك. على أقل التقادير خالف نفسك عندما تلقيك في المحرمات. إذا ارتكب الإنسان والعياذ بالله تعالى ذنبا يخالف نفسه جزاء لهذا الذنب، هذه النفس أخذتني والعياذ بالله والعياذ بالله إلى ذنب، هذه النفس ارتكبت جريمة، الذي يرتكب جريمة ماذا يصنعون به؟ يجلدونه. الإنسان يجلد نفسه بمخالفتها، بمنعها من رغباتها. أنت ألقيت هذا الشخص في ذنب ولو صغيرا، والعياذ بالله تعالى الذنوب عظيمة حتى الصغائر، الشخص يجلد هذه النفس بترك بعض الرغبات. النفس تقول: كل الطعام الفلاني لا أكل،
افعل شيء الفلاني لا افعل، جلدا للنفس، ضربا للنفس، هذا يهذبها يؤدبها. لعلكم رأيتم الفرس التي يراد أن تربى، يريدون أن يربوا فرسا، ماذا يصنعون بها؟ كلما تخالف الفرس أحيانا تكون جامح، كيف يربون هذه الفرس؟ بالضرب، كلما خالفت يضربونها، يضربونها على وجهها، يضربونها على متنها، مرة مرتين 20 مرة 100 مرة تصبح الفرس مؤدبة تنقاد. النفس هكذا، كلما خالفت اجلدها، اضربها. كيف تجلد النفس؟ تخالف النفس في شهواتها، في مطالبها، بعد فترة هذه النفس تصبح بين يديك، في قبضتك، تتمكن أن تسيطر عليها، وإلا هي بالضبط كالفرس الجامح، بل الجموح، تشرق وتغرب. نترك حديثنا، نأخذ بعض الكلمات من سادة الخلق صلوات الله وسلامه عليهم. أذكر لكم بعض الروايات الشريفة السريعة في هذا المجال. الحديث الأول في الكافي الشريف، حديث موثق، يقول الراوي: سمعت الإمام أبا الحسن، يعني الإمام موسى بن جعفر عليهم الصلاة والسلام، يقول: إن رجلا في بني إسرائيل عبد الله 40 سنة ثم قرب قربانا فلم يقبل منه. 40 سنة عبادة، قرب قربانا، القربان لم يتقبل منه. كيف كان يعرف أن القربان تقبل أو لم يتقبل؟ كانت هناك طريقة عندهم يقربون قربانا، يعرفون أن القربان تقبله الله عز وجل منه أم لم يتقبل. قرب قربانا فلم يقبل منه، غضب على نفسه، فقال لنفسه: المشكلة أنت، أنت خربت علي. فقال لنفسه: ما أوتيت إلا منك، ومن وما الذنب إلا لك. المشكلة مشكلتك أنت، أوقعتني في هذه المشكلة، بعد 40 سنة أقدم قربانا ولم يقبل هذا القربان مني. ما أوتيت إلا منك، وما الذنب إلا لك. قال الإمام عليه الصلاة والسلام: فأوحى الله تبارك وتعالى إليه، إلى هذا الرجل العابد من بني إسرائيل، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: ذمك نفسك أفضل من عبادتك 40 سنة. هذا الذنب، هذا الذنب، هذا التعنيف مع نفسك، هذا عندي عند الله عز وجل أفضل من عبادتك 40 سنة. يعني أحيانا تربية بهذا الحجم الصغير، تعنيف النفس، يكون عند الله، والحديث حديث موثق في الكافي الشريف، يكون أفضل من عبادة 40 سنة. لأن النفس خطيرة جدا. في حديث شريف آخر في نهج البلاغة عن مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: واعلموا أنه، عبارة حقا عجيبة، جدا عجيبة، هذا الشمول، هذا العموم جدا عجيب، ما من طاعة الله شيء إلا يأتي في كره. عجيب هذا، أي طاعة من طاعة الله عز وجل النفس تكرهه، النفس تكره كل طاعة، وما من معصية الله شيء إلا يأتي في شهوة. كل معصية من معاصي الله عز وجل النفس تشتهي. الشيء غريب هذا، تكره كل الطاعات، تشتهي كل المعاصي،
شيء عجيب هذا في نفس الإنسان. فرحم الله رجلا نزع عن شهوته، انتهى، انكمش عن شهوته وقمع هوى نفسه. يقمع هوى النفس، يقمع هوى النفس المحرمة، يقمع هوى النفس المنفلتة. النفس ترغب ولكن تكون رغباتها تحت سيطرتي، هذا المقصود. وقمع هوى نفسه فإن، هذه العبارة أيضا عجيبة وكلام المولى صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذه النفس أبعد شيء منزعا. الإمام يقول رحم الله رجلا نزع عن شهوته وقمع هوى نفسه، ثم الإمام يقول هذا أبعد ما يمكن أن يحصله الإنسان، فإن هذه النفس أبعد شيء منزعا. القضية ليست سهلة يعني. وإنها لا تزال تنزع، يعني تميل إلى معصية في هوى دائما باستمرار. اذكر لي أي معصية، النفس ترغب. واعلموا عباد الله أن المؤمن، هذه صفة المؤمن، طبعا المؤمن العالي الإيمان، لا نقصد أدنى درجات الإيمان، هل نحن من هؤلاء؟ واعلموا عباد الله أن المؤمن لا يصبح ولا يمسي إلا ونفسه ظنون عنده، ضعيفة، لا يصبح ولا يمسي إلا نفسه ضعيفة عنده. فلا يزال، عبارة جدا جميلة وجدا مؤثرة في تربية النفس هذه الكلمة، فلا يزال زاريا عليها، دائما يزري على نفسه، دائما يؤنب نفسه، دائما يقول المشكلة فيك، دائما يقول أنت كذا، يؤنبها، يزري عليها. هذه صفة المؤمن، فلا يزال زاريا عليها ومستزيدا لها، يطلب منها باستمرار. النفس تطلب، هو لا يعطيها المؤمن، المؤمن لا يعطي لنفسه، هو يطلب من النفس. حديث شريف آخر في الكافي الشريف، قال الإمام أبو الحسن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه: اتقي المرتق السهل إذا كان منحدره وعرا. من أروع الاستعارات هذه، ليس كلامي عن هذا المقطع، كلامي عن المقطع التالي، ولكن الإنسان أحيانا يفكر في هذه العبارات: اتقي المرتقى السهل إذا كان منحدره وعرا. اتركوا هذه الكلمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام الإمام موسى بن جعفر قال: وكان أبو عبد الله يقول، ينقل هذه الكلمة عن أبيه الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، شاهدي في هذه الكلمة: وكان أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدع النفس وهواها، لا تترك النفس مع هواها، فإن هواها رداها، موت النفس، هلاك النفس، تلف النفس، عبر ما شئت. هلاك هذه النفس في أي شيء؟ في هواها، لا تتركها وهواها، الهوى يوجب الهلاك، هذا المعنى الآخر. عبارة أخرى: لا تدع النفس وهواها، فإن هواها رداها، وترك النفس وما تهوى أذاها. إذا تترك النفس والذي تريدها، أي شيء أرادته النفس، تركت النفس، النفس أخذت كل اللذائذ التي تشتهي منك تعطيها. متى ما غضب تمشي في غضبك، تركت النفس هكذا، هذا تعلم ما هو؟ هذا أذى النفس. وترك النفس وما تهوى أذاها،
وكف النفس عما تهوى دواها. دواء النفس ما هو؟ منع النفس، كف النفس حسب تعبير الإمام عليه الصلاة والسلام، منع النفس، كف النفس عما تريد النفس، هذا علاج النفس. هذا الذي قلت لكم مخالفة النفس هذا من هذه الرواية الشريفة وأمثال هذه الرواية الشريفة. أقرأ لكم العبارة، عبارة جميلة: لا تدع النفس وهواها فإن هواها رداها، وترك النفس وما تهوى أذاها، وكف النفس عما تهوى دواها. في حديث شريف على ما ببالي عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه. ولعل العبارة تقرأ هكذا، المعنى واحد: أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه، العمل الذي النفس لا ترغب فيه وأنت تعمل هذا العمل، بالإضافة إلى أن المفروض عبادة، يعني بالإضافة إلى أنه عبادة، تضعيف للنفس، تسلط على النفس، يعني فيه فائدتان كبيرتان، ثواب. الآن نفسك لا ترغب في هذا الشيء، في هذه الصلاة، في هذا الدعاء، في زيارة هذا المريض، في هذا الإنفاق، في هذه الخدمة لهذا المؤمن، نفسك لا ترغب، ليست هناك مشكلة أخرى دينية، لا، نفسك الآن لا ترغب. رغما عن نفسك تصنع هذا الشيء، هذا أفضل الأعمال. العبارة لعلها هكذا: أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه، أو ما أكرهت نفسك عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بهذه الأيام المباركة، أيام شهر رجب المرجب، ولازلنا في أيام ذكرى المولد الطاهر لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين، بحق أمير المؤمنين، بحق ابن عمه رسول الله، بحق حليلته سيدة نساء العالمين، بحق أبنائه الحسن والحسين وأبناء الحسين عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم بحقهم ارزقنا اتباعهم في الدنيا، ارزقنا خدمتهم في الدنيا، ارزقنا زيارتهم في الدنيا، ارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.